تقبل شريا عرض عمل كيرن وتبدأ العمل معا في الشركة القابضة. يقول كيرن إنه بدأ مشروعا جديدا في الشركة وأن سوريا مناسبة جدا لهذه الوظيفة. على الرغم من أن الأسرة تفاجأت بأن كيرن يعرض وظيفة على ثريا، إلا أن ثريا تقبل الوظيفة. طارق غاضب لأن كيرن استأجر ثريا دون أن يطلب منه ذلك. طارق الذي ساءت علاقته مع رنا يريد مقابلته، ومع ذلك يرى طارق موقفا غير متوقع من رنا. عندها يغضب طارق بشدة ويعالج خطاب استقالة رنا. وبينما تحدث كل هذه الأحداث، يحدث تطور مفاجئ من شأنه أن يجعل إليف أقرب إلى والدتها. تتحسن الأمور بين ثريا وكرم اللذين كان يقضيان الوقت معا بشكل متكرر مؤخرا. كيرن لديه قرار يريد أن يشرحه لجميع أفراد الأسرة. يقول كيرن أن لديه خطط مختلفة فيما يتعلق بالعمل. يفاجئ كيرن الجميع بتقديم عرض مفاجئ لثريا على العشاء. يطلب كيرن من سوريا العمل معه. طارق ليس حريصا على هذه الفكرة. الجميع ينتظر بفضول قرار ثريا التي تتفاجأ بعرض كيرن. يهرب أميرهان وإنجي من المدرسة بعد سماع خطاب فيسل. يبدأون بالبحث عن أليف وملك. لم يعد بإمكان ملاك الخروج بحرية كما كان من قبل. من ناحية يحيى ومن ناحية أخرى رجال طارق لا يعلمون ملاك. يخشى فيسل أن يؤذي يحيى ملاك ولا يسمح له بمغادرة المنزل. لم يعد بإمكان ملاك الاتصال بإليف كما كان من قبل. يبذل فيسل قصارى جهده لحماية إليف. يواصل رجال طارق تعقب ملك شفق التي تؤجر منزلها لجوليت سرا من والدتها محاصرة. عندما تقول والدتها إنها تريد رؤية المنزل، لا تعرف شفق ماذا تفعل. بينما تحصل بارلا على نصيحة من حميرة بشأن الاقتراب من كيرن، يخرج كيرن وثريا لتناول العشاء معا. يقترب كيرن وسوريا من بعضهما البعض أكثر فأكثر. هذا المساء في إليف، تتولى سوريا مهام التصوير الفوتوغرافي للشركة. عند سماع ذلك، تشعر بارلا بالأسف على حميرة. ماذا ستفعل بارلا عندما لا تتمكن من الحصول على الدعم من حميرة؟ تشعر شفق بالارتياح الشديد عندما تعلم أن والدتها لا تفهم اللعبة التي تلعبها في المنزل. لكن ليمان مصمم على العودة إلى منزله ورؤية ما سيحدث. تبدأ شفق بالبحث عن طريقة لمنع والدتها من معرفة الحقيقة. من ناحية أخرى، بارلا التي تأتي لزيارة كيرن تصدم عندما ترى سوريا في الشركة. عندما علمت بارلا أن الثنائية يعملان معا، وجدت الحل في التواصل مع حميرة. ومع ذلك، تشعر بارلا بالصدمة عندما لا تتلقى الدعم الذي كانت تتوقعه من حميرة. ماذا ستفعل بارلا التي لا تريد أن تكون سوريا قريبة من كيرن؟ تنبو شفق بأعجوبة من القبض عليها من قبل جوليد، لكنها تحاصر عندما تسأل والدتها باستمرار أسئلة حول المنزل. تماما كما يقترب ثريا وكرم مرة أخرى، يحدث جدال كبير. شفق تطلب من جوليد استئجار المنزل. جوليد التي تأتي إلى وكيل العقارات لإجراء الإجراءات تتفاجأ برؤية شفق هناك. ينقذ الوكيل العقاري شفق التي يتعين عليها تقديم تفسير لجوليد من ظهور الحقيقة. من ناحية أخرى، لا تعلم ليمان أن المنزل مؤجر لجوليد. يتعين على شفق أن تلعب ألعابا مختلفة لإخفاء هذا الموقف عن والدتها. من ناحية أخرى، بارلا الذي لم تنجح لعبة مرضه يغادر القصر على عجل. مع رحيله بدأت ثريا وكرم في التقارب مرة أخرى. ومع ذلك تحدث مشاجرة غير متوقعة بين كرم وثريا. إذن من هو على حق في هذا النقاش؟ لا تستطيع شفق أن تتحمل بقاء جوليدا وعائلتها في المتجر وتجد طريقة لمساعدتهم. لكن الطريق الذي يجده يسبب لشفق مشاكل لم يتوقعها أبدا. تستمر جوليد التي تقيم في المتجر مع أميرهان وملك في البحث عن منزل. شفق التي تريد أن تفعل شيئا لهم،
تريد أن تمنحهم المنزل الذي أعدته والدتها لها. مع العلم أن جوليد لن تقبل مثل هذه المساعدة، تعقد شفق اتفاقاً مع وكيل عقاري وتسمح لجوليد باستئجار المنزل مقابل مبلغ زهيد. جوليد التي تشعر بالسعادة للعثور على منزل جديد، تشارك عائلتها حماستها غير مدركة لكل شيء. لكن هل ستدرك جوليد التي تواجه حدثاً غير متوقع أن كل هذا هو لعبة شفق؟ تترك جوليد في المنتصف عندما يتخلى مالك المنزل عن استئجار منزلها. ترى بيرلا أن خدعة مرضها لم تعد فعالة. بينما تستعد جوليد للانتقال إلى منزلها المستأجر الجديد، تعلم أن المالك قد تخلى عن استئجار المنزل وتشعر بالحيرة بشأن ما يجب فعله. ورغم إصرار جوليد تولي التي تبقى في الشارع مع أبنها، إلا أنها لا تذهب إلى منزله. جوليد التي وجدت الحل للبقاء في المتجر لفترة من الوقت، تبدأ في البحث عن منزل مرة أخرى. عندما تسمع شفق كل هذا، تفكر فيما يمكنها فعله لمساعدة جوليد. من ناحية أخرى، مرض بيرلا يسمح لها بالبقاء في القصر وتكون قريبة من كيرم. من ناحية أخرى، لا يستطيع كيرم منع نفسه من التفكير المستمر في سوريا، على الرغم من تحرك بيرلا. ماذا ستفعل بيرلا عندما ترى أن المرض الذي أخبرته كيرم لم يعد يعمل؟ تحزم جوليد أمتعتها لتنتقل إلى منزلها الجديد. ما هي المفاجأة السيئة التي تنتظر جوليد التي نجت للتو من تركها في الشارع؟ ثوريا التي تعتقد أن بيرلا وكرم على علاقة، تبدأ في التصرف بقسوة تجاه كيرم. على الرغم من أنه حزين في الداخل، إلا أنه غير مرتاح للغاية لوجود سوريا بيرلا الذي يتعين عليه الحفاظ على مسافة بينه وبينه. تحاول بيرلا التقرب من كيرم بالتظاهر بالمرض. من ناحية أخرى، تحزم جوليد أمتعتها للانتقال إلى منزلها الجديد. أميرهان حزين جداً لترك مدرسته وأصدقائه. تشعر جوليد بالصدمة عندما ترى ابنها في هذه الحالة، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء. بينما تقوم جوليد بحزم أمتعتها، تتلقى أخباراً غير متوقعة. ما هي العقبة التي ستواجهها جوليد التي تحلم بإعادة بناء كل شيء هذه المرة؟ عندما ترى سوريا أن بيرلا وكرم قريبان، فهو متأكد من أنهما عاشقان ويشعر بخيبة أمل كبيرة. من ناحية أخرى، جوليد في عجلة من أمرها للبحث عن منزل. باران يواجه ديلان ووالدته.